هذه الشركة تضمن رأس المال وتعطي المستثمر سندا لأمر برأس المال. هذا الشرط شرط غير صحيح ولا يجوز، لا ضمان الربح ولا ضمان رأس المال. ضمان الربح وضمان رأس المال يقلبها من كونها مضاربة إلى كونها قرضا بفائدة. ما الفرق بين القرض بفائدة وبين المضاربة؟ الفرق في مسألة الضمان فقط. فالمضاربة ليس فيها ضمان لا لرأس المال ولا للربح، وإنما قابل للربح والخسارة. أما القرض الربوي فيضمن رأس المال ويعطى عليه فائدة. فضمان رأس المال يقلبها من كونها مضاربة مشروعة إلى كونها قرضا ربويا. ولهذا نقول إن هذه الطريقة التي تفعلها هذه الشركة طريقة محرمة لا تجوز. وإذا أردنا التصحيح فيلغى هذا الشرط ويقال يمكن الشركة أن تطمئن المتعامل معها، تقول نتوقع إن شاء الله ألا يكون في خسارة، لكن ما في شيء مضمون، مثل ما تفعل الآن كثير من البنوك عندما تتعامل بالاستثمارات المباحة، يعني تقول نحن نعمل في استثمارات قليلة المخاطر ونتوقع أننا لا نخسر بل نتوقع أرباحا، لكن لا نضمن. فإذا كان ليس فيه ضمان للخسارة ولا ضمان للربح فلا بأس، أما أن يضمن الربح أو يضمن عدم الخسارة فهذا لا يجوز.